مش ذا حلو عموما مهند الحين ابغاك تعلمني وش الابرز اللي سويته في عمادتك الانجازات وابغى الشيء السلبيات. والله يا ابو رجان انا عمادتي تتكلم فيها تتكلم فيها الشاشة. الحين اللي كان معك المعاونين شوفهم ابراهيم سلطان إيه؟ ابو حسن كويس يلا طيب حاولنا بقدر المستطاع نظهر زملائنا هذا اول نقطه حلو سوينا الفقرات حتى الدخوليات كلها كانت بتعاون الجميع واضح كانت حركتنا المنتج حركته وريتك كيف يطفونه النار طيب يلا هذه نصيحه حلو. ثانيا سوينا اربع دخوليات واليوم في خروجيه بعد ما شاء الله اي تودع يعني خروجيه للعماده اني يعني اسلمها للي بعد عماده انا قصدي يعني ما تودع اي بودع العماده ثالث شيء الاوقات حقت السكريبت اجي وراهم جري يا مرجان ايه تجي تاخذه تروح تنام لا والله هلا اجي احاسبهم اقول لهم ليش متاخرين وليش متقدمين واضح الرادار يطلع الساعه 2 الرادار الساعه 2 من السعوديه فاضيين يطلعوا الساعه 2 ويقعدوا يتكلموا هذا خطا الرادار ما هو خطاي لا خطاك عمده انت والله بس ايه وقفت على رؤوسهم اي كفو بدوا 12:49 قفلتهم 1:49 ساعة كام ايه ما عندي مش ما عندي وقفت على رؤوسهم طيب يا مهند سم طيب الحين يا مهند في المصحف جنبك هذا ايوه هذا كان هناك عند رجلك فشلته ورفعته الله يعطيك العافية الله يجزاك خير طيب والمعاونين ايش سووا معك المعاونين بدعوا بما تعنيها الكلمة اكيد ما في ملاحظات والله لا تجامل لا حاجة والله ما جامل شغل تدشين اصبع ركان ما فيها شيء تدشين اصبع ركان تدشين اسمعني اسمعوني سلطان الامير دشن ركنه يا سلام دوري المحترفين لغير المحترفين هذا اسوء دوري في حياتي نعم اسوء دوري لكن بدعنا فيه يا سلام تدشين كذلك الميداليات والجوائز اسمعني ما شاء الله ايضا الكوخ رممنا الواجهه باللون الكوخ رجعناه للون البني تمام وخليناه كوخ روم اي مو كوفش الروم كوخ روم عشان الرادار اللي سويناه ايضا استقبال ابو حسن ابو حسن مثل معنا وبدع للامانه ابو حسن مهند دشن ضرسه في عمادتي سلطان الامير دشن شيله في عمادتي سلطان الامير اي ابراهيم اي ابراهيم النجاشي ادع العز ايش دخل اسمعني دخل هو اللي شكشوكتين العسامي وفهد طيب استكشف ابراهيم النجاشي ايه استكشف وطولك والله طيب واحد مهند ما يحتاج مرجان ابراهيم النجاشي بعظمه لسانه قال لي يا مهند في هذا الاسبوع انا اشوف اني نجحت في ذمتي اي والله قسما بالله بصراحة في ذمتي انا ابراهيم ذا الاسبوع ابدع بصراحة والله الفضل له ما ادري الفضل لله هو نايم من بداية البرنامج لين صار معاون ابراهيم يحتاج فقط الفتيل ولا هو شعلة الفتيل ولا هو شعلة الفتيل اللي حق الفتيل الدبابات ايش هي وش هي؟ احمد الفراج دخل ابراهيم في احضان احمد الفراج اكتشف انه شاعر في عمان نعم والله انجازات هذا الاسبوع انجازات عظيمه مهند والله انجازات عظيمه صحيح ما يقدر ينكر سكسوكتين العصيمي وفهد ايضا انا الحين قلت بيت شعر عبادتك حلو شاعر والله يا حبيبي يا مهند مهند صار لي دقه فانت النجم ها انت النجم بدع مهند قبل كل شيء الصلاه في وقتها اقام في وقتها الصلاه في وقتها فهد وجهه في الحقيقه شنبه قليل في الحقيقه بس في التلفزيون كانه وجهه بس شنبه بعدين اقول لك شيء ثاني الاذكار اللي بعد كل صلاه مغرب من النجاشي هذه رسميه بين الاذان والاقامه يقرا الاذكار على العلن ما شاء الله هذه جميله وكذلك ابراهيم النجاشي عنده كتاب صلوا في على اي قناه انا ما اشوف هالشيء لا والله صلى قاعد شو قاعد تتفلسف لا تاخير صلوات يوم قلت ركيت على التاخير واليوم قاعد يسحبونكم الظهر بس اعلمك شغله ما يبغى احد يقوم التاخير اللي في الصلوات كل واحد يحاسب انت العمده ما تقوم تصلي انا العمده عاد عمر اليوم صلى بس عمر اليوم صلى بس عمر المواظب اليوم صلى اليوم بس عمر صار مواظب عمر صار مواطن في عمادتي لا امزح عليك الصلاة يا شباب ما فيها لعب طيب اهم احنا اصلا كلكم مشهود لكم بالصلاة
صراحة ثناء الرادار كذلك وما يهمني أنا صح أنا جاروني صح تنزل بسوا فقرتي لا والله وتحاول تلخمني بعد مشيني لا ترجعني بالرادار والمدرش لا لا والله ما عليك صار سكسوكة العصيبي انت في وانت تشيل الاميري وانت ايش دخلك انت تدري من الانجاز سويت تدري من الانجاز هي بس عبد المجيد ساعه اللي يكتشف مواهب وافخر موهبه الانشاد عن سلطان الامير وين نعم فعلا طيب بالله عبد المجيد اقعد لا اطف بطنك اقعد شغل مايكك شغل مايكك لا مو شغال شغال شغلوا لي الشاشه بالله شغال علمك شيء مرجان عليك خصم شغال والله عليك خصم والله شوف انت مشيت انت مشيت والله شغال عليك الطاف والله شغال مثلنا يا شيخ انا وعمر رحنا محفل كبير جدا ومثلنا القناه وشباب كاريزما في عمادة مهند الله يجزاك وانا اغمى علي 23 مره في عمادة مهند والله فهذه الله يعطيكم بالعافيه وشكرا لكم والله يا مهند نعم. صراحه بعلمك شيء ثاني شيء ثاني تدري انها اول صراحة عمادة يا مهند اول عمادة تكتب فيها دخوليه اسمعني طيب اسمعني الدخوليه فشلت وهذه هذا نجاح يعني. هذا فشل لانها فشل تخيل هذا فشل اول دخوليه تفشل الدخوليه فاشله هذا نجاح لا فشل لا لا الانسان اللي ما الفكره اللي ما يضبطها هذا فشل حبيبي نعم هذا اسمعني هذا فشل فشلها نجح لا مو نجح والله نجح قاعد يطبلوا لك والله نجح اي طبلوا لك طلع كم واحد اي حلو حلو خلاص يلا زواج ساعات طلع ترند انت ولعت فينا ولعت فينا اي طلعت دفاع المدني دق علينا مو احنا دقينا عليه احنا دقينا عليه وبقالت سعاد قالت سعاد نسيتها كيف الاساس والتوسعه يا حبيبي 80% من دخل هذا الوقت يا مهند 80% مهند يا مرجان سم حتى الرادار كان انت يا بكاي وش تبي ايش تبي يا بكاي؟ لا لا كل لا ما قلت لك شيء ابي سلطان ابي سلطان ايه خلاص روح يا بكاي ابو سلطان لا تهرج بعد ابو سلطان لا تهرج حق الرجال يا رجال اسمعني اسمعني خلاص انت بكاي بكاي ايه ابو حمود اي بكاي كل ما قلنا لك شيء انا بقول لك اسمعني لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا يلا